إبراهيم واش فرصة ثانية تشكل بداية مسار تعليمي جديد بالنسبة للناس اللي انقطعوا عن الدراسة؟ طبعا لأنه الفلسفة من إنشاء هذه المراكز وحدتها هو أن المنظومة تعرف مجموعة من الهضم المدرسي، وهذا ما جعل وزارة التفكير في إحداث مراكز الفرصة الثانية لاستدراك أو كذلك مجالية في عيون الشباب من أجل يستأنفوا دراستهم في تعلمات وكذلك في المهن التربوية وغيرها، المهن بصفة عامة. إذن فالمراكز هي مفتوحة في وجه الشباب واليافعين المنقطعين عن الدراسة، والذين داخل المركز يؤهلهم تربويا وكذلك يكسبهم مهنة من المهن التي يمكن بها أن يندمجوا في سوق الشغل، وهذه هي الهدف من هذه. إذن فهو إنقاذ الفئة من الشباب الذين تعرضوا لهذا المدرسي بسبب العمل في هذا الإطار. هذا شحال قيمة على الشاب اللي مستفيد من الفرصة الثانية؟ هي المراكز الفرصة الثانية الآن هي في كل جهة من الجهات يوجد عدد من المراكز، ولكن المركز هو يتراوح عدد المستفيدين من 60 مستفيدة ومستفيد إلى 100 مستفيد ومستفيدة، بمعنى أنها فئة محدودة، والهدف من ذلك هو أن يكون التكوين جيدا وأن يكون التكوين كذلك في مستوى لائق بعيد عن كل اكتضاد، بعيد عن كل ما يمكن أن يؤثر على جودة التربية والتكوين وعلى جودة كذلك اكتساب المهن والحرف. شكون الأوتوريتي تسهر على التكوين تاع الشباب؟ حسب كل مركز هناك أساتذة حسب التخصصات. مثلا المركز الذي نحن فيه الآن هو مركز الفرصة الثانية بن هشام، هو تخصص إعلاميات، ولهذا الأساتذة الذين يدرسون فيه هناك أساتذة يقومون بالتدريس في المواد التربوية التأهيلية باللغات وكذلك أنشطة التفتح وتكوين الشخصية، وهناك من جهة أخرى التخصص اللي هو فيه ثلاث شعب، شعبة الانفوغرافيا وشعبة الانفورماتيك أي البرمجة وشعبة كذلك الصيانة. إذا السيدة هم السيدة كفاء متخصصون في هذه المواد بصفة عامة، الشعب بصفة عامة. سي نزار، واش الفرصة الثانية عطاتك واحد البداية جديدة للمسار التعليمي ديالك بعدما ربما انقطعتي من الدراسة؟ ضروري عطاتني فرصة جديدة، وكيف ما هو الاسم ديالو مركز فرصة ثانية ابن هشام، واللي كيخول لنا واحد ثلاثة ديال الشعبات، الشعبة الأولى انفورماتيك، الثانية لا مينتونونس، الثالثة الانفوغرافي. درت شعبة ديال الانفورماتيك وكيف ما قلت لك كانت الخطوة ديالي الأولى. شحال مدة تاع الاستفادة من التكوين؟ كانت عام، سنة واحدة. سنة واحدة. امتى انقطعتي انت من الدراسة؟ السنة الفارطة، السنة اللي فاتت. وكيفاش فكرتي تجي لهذا المركز هذا؟ صيفطوني للمؤسسة ديالي، هما اللي وراوني هذا المركز وهما اللي جيت ليكو. ولقيتي داكشي اللي تتقلب عليه في هذا المركز؟ ضروري، كانوا بزاف ديال الافاق هنايا، دوزنا واحد السنة اللي زوينة الحمد لله، بالحضور ديال الأساتذة ديالنا حتى هما تعاملوا معنا بشكل اللي زوين. واش تقول بالنسبة للشباب اللي انقطع عن الدراسة، واش شجعهم يجيو بحال هذا المراكز؟ دابا ما كاين ما يدار برا، ضروري ما يجي الإنسان لهذا المركز. لحقاش راه هي راه فرصة ثانية، الفرصة الأولى اللي تعطاتنا ما سهلش الله فيها، مي فرصة ثانية راه كيسهل الله، وبنادم يدير السبب والكمال على الله.